وصلنا لفقرة الفاشن، واليوم ضيفتنا مبدعة في مجال التصميم، طورت موهبتها من خليط الثقافات اللي انشأت فيها كون ان جذورها ألبانية سورية وتركية كمان، هذا غير انها اكتسبت مهارات جديدة في إيطاليا اللي ولدت وتدربت فيها على يد أمهر المصممين. نتعرف على تصاميم سارة في مجال الاكسسوارات والحقائب في هذا الكلب. أهلا وسهلا سارة، يسعد صباحك ومبروك على الكولكشن الجديد. شكرا كثير. سارة، كيف ساعدك خليط الثقافات في أنك تطورين عملك في مجال التصميم والإكسسوارات والحقائب؟ شكرا كثير على الاستضافة. أنا من وقت كنت صغيرة كان عندي حب للفن، وكان بعرف أنه كان بدي أدرس تصميم، فخليط الثقافات ساعدني إنه باتجاهات الدراسة ومجال عملي. فدرست التصميم وخليط الثقافات ساعدني إنه أطور بنفسي وأجي أشتغل بعالم العربي، وإنه أقدر حط بصمة اللي هي بصمة شخصيتي، وأقدر مع التصميم أقدر أخلط بين جذوري العربية والأوروبية والسورية. طيب كيف كانت البداية؟ الحين أنت تشتغلين على مشروع راح يكون نقطة تحول في مجال عملك، فيعني إيش الأشياء اللي أنت قاعدة تسوينها الحين؟ نعم، هي فيجانولوجي هي نقطة تحول بعملي، لأنه كمديرة ومصممة عن فيجانولوجي ومع أنجانا مهشواري اللي هي السيو والفاوندر، أقدر صمم أحلى الديزاينات وأستخدم مدوات رفيقة للبيئة. أيوة. و100% نباتية و معان تدويرها. طب كيف جتكم الفكرة؟ يعني أنا قاعدة أشوف يعني صراحة شنط مرة حلوة، فكيف جتكم فكرة أنه تسوون براند هو الأول في الإمارات وكل المواد المستخدمة صديقة للبيئة؟ هو فكرتها إجت من أنجانا مهشواري يلي هي رئيسة الشغل، فمن أثناء 2020 جت الفكرة ل يعني وقت الكورونا. مزبوط. أيوة. وقت الكورونا كانت عم دور على شنطة تكون معمولة عند أدوات صديقة للبيئة. وإيش المواد المستخدمة في هذه الشنط اللي قاعدين نشوفها الحين؟ نعم، هي جلود 100% نباتية. بأول كولكشن حبينا نستخدم مواد بلاستيكية معاد تدويرها، وخصوصاً بأول كولكشن حبينا نستخدم 3 أنواع منها، يلي هي البابل واللايت بابل والسلفيانو، وهي كل الجلود يلي بنستخدمها يلي هي نباتية ومعاد تدويرها عندها أعلى شهادات بالعالمية للجلود الطبيعية. طيب إيش هي المراحل اللي تمر فيها هذه المواد علشان نشوف هذا الكولكشن الحلو اللي أنتم سويته؟ هو اللي كان صعب هو إنه نلاقي الجلد المضبوط يلي هو الجلد النباتي. فأنا وأنجانا وقت بلشنا الفيجانولوجي كان مرينا فترة طويلة ندور على صناعة إنه تقدر تعطينا جلد عالي الجودة وبنفس الوقت 100% نباتي ورفيق للبيئة وبيكون بلاستيك معاد تدويره. بعد ما لقيناه هو من الديزاين
للتجربة للشنطة، وما كان ما كتير تفرق من باقي البراندات. طيب ايش هو الهدف اللي انتم حابين توصلون له او توصلون للعالم من خلال هذا البراند؟ فيجانولوجي هي هدفه انه تعطي للمستهلك شناتي وجزدين يكونوا حلوين، وكمان يعني سهلين الاستخدام، وبنفس الوقت يكونوا رفيق للبيئة. حلو، شكرا. يعني انتم بعض الاشياء اللي سويتوها من البلاستيك صح؟ مزبوط. مثلا نقول المحفظة. مزبوط. المحفظة استوحيتوها من الادوات البلاستيكية او من نقول أنينة المية. مزبوط، أنينة بلاستيك. مزبوط. نحن الشناتي مثلا، الشناتي هي 11 أنينة بلاستيك. حلو. والجزدان 4، والجزدان الصغير هو 2. حلو. فهي يعني فخورين باللي عم نعطيه، يلي هو بيكون أول براند صديق للبيئة. صديق. طب بعد ما جتكم هذه الفكرة أخذت وقت طويل علشان تنفذونها، بما أنه شوية يعني صعب أنه بتلقون الجلد المناسب، الهاي كواليتي، المصنع اللي بيصنعها أو الأيادي العاملة، أخذت وقت طويل حد ما نفذتوها ولا على طول جت الفكرة وتسهلت الأمور وبسرعة سويتوها؟ أكثر شيء أخذ وقت هو أنه ندور للألوان وللجلد يلي استخدمناه، وكمان طبعا الديزاين اخذ وقته، بس بنفس الوقت الفكره هي جيده وكثير كثير حلوه صراحه، وكثير الكولكشن اللي قاعده اشوفه حلو، الالوان حلوه، الالوان اللي تستخدم مع يعني في كل الاوقات، وحتى الديزاين انه يطول عندنا منه ما ينمل منه. شكرا لك ساره، يعطيك الف عافيه وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. والمشروع كثير حلو مشاهدينا،